شو شبيك؟ فرجيك لك شوف شوف هونيك الشباك الأخضر. ويني؟ هوني لك ما في يا عم الشباك مش قاشع قدامك. لا ما شايف حدا. ويني؟ يه يه لطيف شو عم تعمل؟ لك لك شفتين اللي تحت؟ شفته عم تقشر له. ايه شفته. ايه لك ليه بس طعم كحلي؟ او لك مين هي هي؟ شو بعد؟ بيعرفوا اني انا امتى بفوت على الباب. مرحبا بالعمار. فف فف فف. عندك 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 شبك عندك عندك شبك شبك. شو هذا؟ وين السعدية؟ ما نهار. لا سعدية طلعت على الضيعة. ايه شبك. ليش عم تقلي اف 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 اف؟ لا شو هذا؟ لك شو قصتك؟ شو عم تشتغل ميكانيسيان؟ لا عم اشتغل بتصليح الدواليب. يا سلام انت شو بفهمك تصليح الدواليب؟ عم بتعلم. عم تتعلم؟ ايه ايه. سعدية طلعت لفوق على الضيعة وروح شوف شو بدي. شو يعني ما فهمت؟ ما فهمت؟ ايه. شو يعني ما فهمت؟ يعني بفهم من حضرتك يعني انه يعني ما بدك ياني فوت على الباب. كيف يعني؟ كيف فهمت لوحدك؟ كيف بقى؟ ما بعرف. فهمني اياها بالله اذا بتريد. يعني بدك تقول انك انت غير مرغوب فيك بهالشكل اللي انت فيه بقلب البيت هون، لانه يا ابن عمك. ايه. انا البيت مستاجره اجار مفروش. ايه. اذا فت حضرتك هلا قعدت على الكنبيت او مسكت الحيطان او شا. ايه. بتدفعنا مصريات ونحن هلا ما بهالوقيع. ايه اطمن اطمن ما حامسك شا، حفوت دغري على الحمام. لا لا ايو حمام، ما تفوت لا على الحمام ولا على المطبخ. عم فهمك؟ ها. عاش. يعني عم تدشرني يا ابن عمك؟ مثل ما بدك فسري. انا درباس ابن عمك عم تدشرني من البيت؟ ايه انا كل الناس بتحترمنا، انت عم تدشرنا؟ هلا انت هيك فهمتي؟ خليك هيك فهماني. اطلع على الضيعه، مرتك ناطرتك فوقها، ما لك شغل. لك يا ابن عمك هالغلطه بدها تكلفك كتير كتير. صحيح يا ابو وش النيشي. ايه روح روح على فرجي. لك روح هيك فرجي باي فرجينا هون. لك فوتي لجوا بقى، حشت قشري بطاطا على الشباك هون، فوتي لجوا. وانت شو بخصك؟ لك انا ما بخصني بس بدي مشانكم. ما معقول. شو هالصريخ؟ عم مع مين عم تحكي؟ شوف شو بده مشكاح. مشكاح؟ نعم. شو فيه؟ قلت لها فوتي لجوا حشت قشري بطاطا، ليك شو عملت فينا؟ ما عم ترد علي. وانت شو دخلك يا مشكاح؟ حرين بدنا نقشر بطاطا وبصل وبدنا نقلي البطاطا على الشباك، شو دخلك؟ انا ما دخلني، بدي مشانكم. مشانك؟ طيب طيب خلص روح طول بالك. شو مشكاح؟ لا لا معلم ابو نصرة. شو رجعت على القهوة مبين؟ ايه بالنهار بس بالليل مخصص للفن. حلو. ايه لكن يا مشكاح حيقلي حالك اليوم، اليوم احلى سهرة عندي. ها؟ عرس ولا فرح؟ لا في واحد طالع من السجن. ايه واحد طالع من السجن؟ أيوة. بدل ما ينخجل ويستحي على حاله ويتخبى بيعمل فرح؟ بقول لك يا خيي انت شو همك؟ مزبوط. ولا مو بنقبض طبعا. ها هيدا درباز. لك شو عامل؟ عامل مكنسيان؟ شو درباز؟ شبك يا درباز زعلان؟ لك انا بروح لعند ابن عمي ابو سليم على الباب، بيدشرني من الباب ما بيخليني فوت، بدل ما يدللونا ويغنجونا ويجيبوا لي سياره وكل يوم اكل الشكم، درباس المعروف بتضيعه، كل الناس بتحترمه وبتحبه، بيصير فيك بتكحوش. روق روق ابو سليم، ابو سليم عمل معك هيك؟ بسيطه ما بصدق، ما حصدق. بسيطه صدق. لك يا خيي يا درباس هلا فهمني انت شو ناوي تعمل؟ ناوي؟ اي ناوي ابعت له اخته لعنده على البيت. وشو دخل اخته؟ معقولة؟ ما أخته هي مرتك، هو جوزك إياها وخلص. ما تقول جوزني إياها، لبصني فيها طلبيس حطيلي يرتاح. مين هو هذا يلي بده يرتاح؟ أبو سليم ابن عمك. لك يا درباس ما حلو هالحديث، سعدية ما اسمها إلا بنت عمك. أنا ما بعرف، اللي بده يدشرنا بده يدشر له أخته. إيه أشغلها؟ 100 واحد كان ناوي يخطبها بس حضرتك جيت وخدتها بالقوة. ايه قال شو؟ هو ابن عمها وهو احق بده اياه هو يعني. ايه لا لكن ابو نصره
بدي ضيفك فنجان قوى على حسابها انت ومشكلة. شوف يا امين، انا بدي اشرب شاي. ايه بس الشاي، انا هلا نفعت الشاي ما في غير قوى. طيب بنشرب قهوة. دربس ما بدك تعطيه؟ انا يلي بيعذب مرتها وما بحبه ابدا. لا بو نترك لك تحبنا. ايه ماني رح احبك. شو بدك فيه يا امين؟ ليك لو اخذت واحد منا انا او انت مش كان احسن لها؟ ولك كنا حطيناها بعيوننا. سعدية خير؟ شو انت بدرباس ما؟ يا خيي ايه صحيح انت دشرته لدرباس من البيت؟ يا اختي لا دشرته ولا دشرني، فيت على البيت وين عيونك تشوفه شحم وزيت وما بعرف شو، اجى بده يقعد على الكنبه. قلت له لا يا ابني حدا بيفوت هاكله. شو عم تشتغل؟ قال عم يشتغل عم يصلح شمبريرات، قال دويليب سيارات. هو وصل على البيت قال لي يلا يلا قومي لعند خيك. قلت له يا درباس انا شو دخلني بخيي، انا مرتك. بلش يصرخ علي وطردني من البيت. اخترت ما عرفت وين بدي اروح. وين بدك تروحي؟ بدك تجي لهون بعدين. شو هالاخوه هيدي؟ هيدي هيدي لشو؟ اذا كان درباس بدي اعمله عباس. الله معك ابو سليم. اهلا 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 استاذ بلبول. شو مبين سعديه هون؟ يا سيدي هذا درباس. الله يساعدنا على درباس وعلى امثال درباس. شوفي كل ما زعل هو وياه او طلع براسه شا قومي احملي اغراضك وفلي عند خيي. آه شباب اخر زمن. شباب اخر زمن. خير بشوف ابو سليم. ايه حبيب قلبي انت. ايه؟ عم بعمل لقمه حمص هيك ناقصني حامضه. حامضه؟ ايه ولو لك حامضتين. تسلم. تكرم عينك على اذنك. تسلم. ايه شو ابو سليم؟ شو؟ عندك بصل اخضر مبين؟ حامضة تنتين ثلاثة. ايه تنتين منيح. تنتين؟ ايه وينك؟ ايه كويسين البصلين؟ ايه ايه خذ لك كم بصلة؟ ايه شي أربعة خمسة بتعرف؟ ايه الحمص البصل الأخضر طيب. ايه طيب ما بدك شوية فجل؟ هات لك حتى كمان كم فجل؟ ايه حطهم بهالسنة برجع لك إيه. بسيطة ولو خذ لك خذ ها. ايه طيب قل لك ذوق. ايه بدك تعمل صحن حمص ما بدك نتفة طحينة؟ طحينة عنا يمكن شوي بالمرطبين. عندك انت طحينة؟ في اذا بدك اعطينا شوي. معي يا الله يرضى عليك. يه ولو ولو يا استاذ اذا بدك هات المرطبين بحط حاجتي ورجع لك ايه كمان معقولة. حبيبي ايوه كلك ذوق يا ابو سليم. بدك نتفة زيت؟ لا شو زيت؟ ولو عم تعمل صحن حمص ما بدك تحط له نتفة زيت على وجهه؟ كلك ذوق يا ابو سليم. ايه هات لك حبة زيت. ما فيني اعطيك القنينة لأن لازمت لي. ايه تسلم تسلم. بحبح النتفة. عبي لك كبة. ايه كلك ذوق يا كريم يا حبيب قلبي ابو سليم. اهلا وسهلا. الف شكر. بجيب لك رغيفان خبز؟ لا لا بسلامة خيرك خبز عنا. شكرا يعطيك العافية. يا اهلا يا اهلا. شكرا. افتح لي نتفة قلبي الله يرضى عليك. سامي دق بخيتات. إذا لقيت ما في خبز قل لي لأبعث لي. لا بفضلة خيرك خبز فيه. بعرف بعرف. معقول معقول يا عمي معقول بزيني بالذهب وبالماسورة؟ خذي مني بقى. شو هيدا يا رجال؟ لك عبد الغراض الحمص. يييي كمان اليوم بدنا نتغدى حمص. ومنين جبتن؟ من عند ابو سليم. منين بدي جيبهم؟ ولو شو بده يقول عن الزلمة؟ هلا اللي بده يقوله يقوله، وبعدين اللي حامل السلم بالارض كل عمرهم الجيران بيستعيروا من عند بعضهم. بيستعيروا من عند بعضهم بس ما زيت وحامض وطحينه وفجل. هلا انت بس بتنبصي لتدفعيني مصاري. هيك ليش انت عمين عم تدفع المصاري مع مرتك وبنتك وما عدت تنحملي له؟ ها لو روحي على شغلك. تفضل تفضل الباب مفتوح. مرحبا يا استاذنا الكبير بلبل. اهلا ابو نصر. لا لا تقلي في على وجهك خبر صار. معلوم خير يا خيي. اجى الفرج. خير ان شاء الله. حفله يا استاذ بلبل وقابضين عليا 600,000 ليره. 600,000؟ طبعا. وامتى؟ هيدي بكره الساعه 9 المساء. ايه ومين ومين بده يعمل حفله؟ طبعا الفرقه. فرقه كهول الطرق. لك يا ابو نصر لا شو الفرقه؟ كل فرقه وينك؟ على قلي شو؟ بعملها انا وياك بس وهيك بيطلع لنا مصاري اكثر. وينك؟ انا باخذ بس 400,000 وانت 200,000 بس يا استاذ. انا 200,000؟ ايوه والله. ايه بس انا يا استاذ بلبل عامل حسابي غير هيك. وشو عامل حسابك؟ عامل حسابي الاستاذ الكبير بلبل بياخد 200,000، الاستاذ ابو نصره بياخد 200,000، الاستاذ مشكاح 100،
وامين 100. ليش هون 100؟ حاجتهم 50,000 بكفيهم الواحد. طيب وبركي ما قبلوا يا يعني. يا اخي اتركهم، انا بطبقهم، انا بقبلهم علي. طيب يا استاذ بلبل تصرف انت وانا حاضر. ايه انا بتصرف. بدك شيء مني؟ ابو نصر خليك تغدى معي اليوم. عم تحكي عن جد؟ عن جد؟ لا عم بمزح يا اخي. عم نمزح. لك يا استاذ بلبل ما بتعرفني، ما بحب المزاح. طيب بيطلع له الواحد مسحه بالعمر، يعطيك طيب العافيه. الله معك. ايش ولو؟ ما في الواحد يمزح له مسحه. الو نعم. مين عم يحكي؟ درباس؟ شو في يا درباس؟ لا لا لا، اوعى تيجي لهون، خيي كثير زعلان منك. يرضى على مهله. مع مين عم تحكي؟ عم بحكي مع درباس. شو بده درباس؟ قال بيجي لهون. بيجي لهون؟ إله عين يقول بيجي لهون؟ اوعى اوعى يخليني اشوف خلقته هون بهالبلد، ما بيعرف شو بيصير. على كلين انا هلا رايح على الشغل، بدك شاي؟ لا سلامتك. الو نعم، مين عم يحكي؟ جميله؟ عفوا مين جميله؟ مرت فهمان؟ ليش فهمان مجوز؟ ايه طيب طيب. لا 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 خيي، ابو سليم من شوي ظهر. ايه طيب بس يجي بقول له. مع السلامه. مع السلامه. مرحبا. اهلا مشكاح. شو عدنا عم شوفك هون على طول؟ ما عم شوفك عند جوزك درباس قد ما عم شوفك عند خيك هون. ليش عندك مانع؟ لا يعني بس انه انا مقهور يعني. وشو اللي قهرك؟ اللي قهرني انه اكبر غلطه ارتكبتيها بحياتك تجوزت درباس. يا مشكاح. نعم. انت ما دخلك وهالحكي ما وقته هلا. ايه مزبوط، بس وينه خيك ابو سليم؟ انا على الشغل. على الشغل هلا بعد الظهر بروح على الشغل؟ ايه بعد الظهر، ثاقبت هالجمعه، شغله بعد الظهر. طيب وليش وجهك ناشف علي هالقد؟ معك حق، انا وجهي كثير ناشف. شو يعني؟ مع السلامه. هي شكرا. تكرم. يعطيك العافية سعدية. الله يعافيك. ها انت هون؟ اذا كنت هون والله هونيك، انت شو بيهمك؟ انا بتمنى انك تبقي هون على طول. هالشي ما بخصك. ايه بدي اقول لك، اليوم البروفات عند ابو سليم هون ولا عند الاستاذ بلبول؟ ما بعرف. وبعدين ليش انت ما بتروح على شغلك؟ لاني انا كمان عندي شغل. يا جرح قلبي والجرح يألمني، يا جرح قلبي. مع السلامة. يا جرح قلبي والجرح يألمني. الله الله، هيدا منه بيت، باب وتليفون، تليفون بيت. مرحبا. هون بيت ابو سليم؟ نعم هون بيت ابو سليم. تفضلي هول بعدهم ابو سليم. ايه شكرا. اذا بتريد رجعي لي صندوقها. ايه حاضر. شكرا. شو بيه؟ ليش معجوب هيك بالصندوق؟ انه قلت لي انت من هون؟ لا انا من هونيك. اه ايه صح، لانه لو كنت من هون لازم كنت انا عارفك. لانه انا اول مرة بجي على القهوة. ها اهلا وسهلا فيك. اهلين. مرحبا فهد. مرحبتين، كيفك فهمت؟ شو نفات؟ الله جبور. اه بس لي افعل شغلتك ما عاطبتني. لك يا ابني بتشتري لي عطر 15 كعكه وبتقعد بالقهوه بتنفون بتم قاعد، لا بتبلغ 100 كعكه ومتلاح من حي لحي ومن محل لمحل حتى تصلي. لك يا فهمان عم تحكي مزبوط، بس انا اجري ما عودت تحملنا. شو ما بتحملها؟ ما عودت، صرت عم فكر جيب لي شي بسكليت وبيع لي. ما بدك ليه تبلم عليها بالكعك؟ ما بدها بلغم كمان. ايه بس ارقى حرمان ما الواحد يمشي على اجراه. طيب يا فهمان
وقدات حق قلبتك ليه ده؟ سألت عنها أنا، قولوا لي 250,000. ومعك أنت 250,000؟ مصمد 210 عند أبو سليم. إيه إيه. وينك؟ أنا بدينك 2,000. أنت؟ ولا هو يا أصحاب؟ ولا عندها صاحبة؟ هو أنت خيرك. قوم له عند أبو سليم جيب 210,000 وتعال حط لك فمهم قلبين وقلت لك بدك ليت. مظبوط، هلا عشية بروح بسهر عنده وبجيب المصرية. لك تعطي هلا أحسن من بعدين. أم الكردي بالمطيات خلنا إلك بدك ليت مرتبة وتكون هيك بالنهار على نول أحلى. وأنت قلت طالما بدك تديني 40,000 ها؟ تلي يلا عشرية كان. مرحبا يابا. يا تكلي جي جي. مرحبا معلم. اهلا. وين معلم شكري؟ طب بدك منو؟ بدنا واحد قهوه وواحد شاي لمعلم رسم. يا تكلي ايه شوف الاخ. مرحبا. بدنا نعم. واحد قهوه وواحد شاي لمعلم رسم. وقف لك دقيقه، بحضر لك يوم بتاخذهم انت بتوصلهم. خذهم انت. ما عندي شحيده، عمين بدي اترك القهوه. ايه طيب. ايه خلص بك يا ابني. طب لك انت جديد بلونطان؟ ايه خلص منك. منشر. احنا بنصل ولا هو يا بنصل؟ خليك مبنصل مضبوط. هيدا معلم تكلي تغلى كبيرة تغلى معي. ايه مانا الي هيك لم تفتح وحني كلي مانا الي. اه قديش حقها؟ ما بعرف. طب ما بتعرف ليك عدنان؟ مين انا؟ ايه انا ما اسمي عدنان. شو اسمك؟ يوسف. يوسف؟ خي يوسف بعد امرك. اعطيني منك 2,000 هلا بس اطلب اعطيك من بعد امرك. شو 2,000؟ طب بالك على 2,000 كمان تراسي؟ يا ايه اطلبوا خي تيك. من قال لك 2,000؟ لك خد هاي 2,000 ده في الحلق فيهم تيك. يلا هات هون هي بتدفع 2,000 نعم تيك تعليك ليك؟ خد هلا بس تعمل لك قهوة بتروح تاخذها للتلفزيون المعلم بتطلب قهوة. يا بنشال؟ نعم. شو هتسوي هون أنت؟ بدي قهوة. قوم فيلم هون يلا روح روح. يلا حاضر. يا أهلا أهلا. وينو بنشال؟ بس حتشيل القهوة من هون يا شكري والله. شو؟ لا قلي نعيما على قلبي. نعيما الله ينعم عليك. طيب سوسو هون؟ شو في يا اسعد؟ ايه ايه شو في يا اسعد؟ شو في؟ شو في؟ شو بك يا اسعد؟ ايه صحيح ابو سليم هون؟ لا راح على الشغل. اليوم دوره بعد الظهر؟ ايه هالاسبوع كله بعد الظهر. كل الاسبوع. ايه بيجي لعنده. مع السلامة. ها؟ ها؟ اسعد ها؟ كيف قلتي لي بالشغل احوى ابو سليم؟ ايه يا اسعد انا اليوم كنت على اساس بدي اشتغل بعد الظهر. ايه بس اللي بدي استلم محله بعد الظهر. اها بكره ابنه مسافر قبل الظهر بده يروح على المطار يودعه. ايه بقى بكره انا بروح بشتغل قبل الظهر وبعد الظهر. تشتغل عنا؟ ايه خير ان شاء الله. شو سبب زيارتك؟ خير يجيك. ايه ابو سليم جي اطلب المصريات منك اللي مخبيهم عندك. تقريبا صاروا المصريات تقريبا ما يوازي انك تجيب علامه او تخطب او تتجوز فيهم يعني حتى عم تطلبهم؟ تتجوز فيهم؟ ايه مين بدي يتجوز فيهم؟ مين بده يتجوز فيهم؟ انا بدي اتجوز فيهم. بما انت قلت عم تصمدهم بدك تعملهم بدك تساوي فيهم لحتى تاخذ ام وليد ام بطيخ. مين يا ام وليد؟ هلا ما بقى تعرفها. الارمله اللي جوزها صار ميت 5 سنين وبدك ترجع تخطبها وهي اللي بتقول لك انت هو ده اللي كنتي. انا؟ هو ده اللي كنتي. كنتي شو؟ كنتي كنت بدور عليه نسيت. انا؟ لا انا اتجوز عند 7 اولاد وانا عندي 4 بيصير 11 من ابي طعمين. انا اتجوز ابو سليم. مين طلع لي هالصيت تعلقني انا ومرته؟ الله يرضى عليك. شو علاه بالطعمين؟ كعك كعك. ايه فرش الكعك ما بيشبعوا. بدي اشتغل لقلن ابو سليم. ليش شو بدك المصريات؟ ذكرتنا. ايه صحيح. امالي قلي ام وليد. رجعنا على ام وليد. لا انا بدي اشتري البسكليت من عند ام وليد مشان بيع علي كعك. عندها بسكليت؟ ايه بدك تشتريه. ايه ومعك تشتريه للبسكليت من عند ام وليد مصرياتك بكفوا. ايه ما حيديني فهمين 40,000 بيصيروا بكفوا حق البسكليت. قديش حق الاشياء؟ 250. وانت قديش حطيت معها؟ 210. ايه
هلا فهمان حيعطيك 40,000؟ هو هات قال لا. لك هو معه 10,000 ليعطيك 40,000 المحتال، انتبه منه ولا بده يعمل لك شي ضرب فيهم او شل حكيه. ايه لا 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 انا بنتبه. ها اذا كان هيك انت بدك ايه انا اجيب لك اياه هنا. يلا شي ليه يه بي يه يه سعدية شبك سعدية سعدية شو في يا حي؟ تعا أخوك مدري شو وشي الشرة الصغيرة اللي كنت حطتها على هون وين هي؟ ما بعرف. بعدين أنا ما شفت حدا أخذ شيء، واليوم ما إجا لعنا إلا أمين ومشكاح. إيه؟ وقفوا على الباب سألوا عنك وراحوا. ما فاتوا لهون؟ لا. على شو دخل الجرة؟ أعطينا المصريات يا زلمة. يا عمي ما المصريات أنا حطتهم بال بالشو؟ أسعد؟ إيه؟ على هالشي إذا كان بكرة بتجي تاخذ المصريات؟ نعم نعم. شو المصريات ما نم معك أنا؟ لا. إيه؟ ما يكون لك فكرة. بكرة 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 حوالي الظهر بعطيك إياهم. بكرة بكرة؟ ايه بكرة. ايه بكرة؟ بكرة يعني انا رايح. ايه روح. شه به به شه تعال فهميني مين اخذ منها؟ يا خي ما شفت حدا اخذ شيء. كيف ما شفتي حدا اخذ شيء؟ صار لها سنين محطوطه هون من وقت اللي جبتها معي من الضيعه حطتها هون. ما حدا حركها؟ ما حدا فات على البيت يا خي اليوم. طيب مين اخذها لك؟ ما بعرف شكلي هالشغله هاي. اخ لو بتعرفي شو في بقلب هالجره. بس تمام ناطر القطعات. لك شو هيدا لك يا حميد دخلول؟ شو هيدا لك يا دخلول؟ عم ناكل خشب يا فهمان. صح وانا لك يا دخلول. صلي طعمي لها بنطلع. صلي طعمي لها بنطلع جوا يا اخي. طعمي تفضل تفضل طعمي. شو قلت الزا يا زغلول؟ لا تكبر لطه يا خلا بده لك بالخط كله. ما بتعرف الا زغلول؟ معقوله يشتغل على العالم مقاشر خاص؟ بطاطا. طيب يا زغلول اذا ما بعملك اثنين ماني ابو نصر. راح تطلب طلب بالك لك يا زغلول. خلاص شو استغلك؟ ابو نصر ينضرب بالخاص؟ يا لحظة منيح ما طلع عليك زبالة. لك تعرف تقلي على زغلول؟ لك يا فهمان هو عم تقول يشتع زباله ها؟ ولك ما تغلول تربيتي بعرفه انا بعرف تملبي تربيتي؟ لك شو هالتربيه الوسخه هيدي؟ وين كنا واصلنا هوا؟ عم بسالك لشو قاعد بالقهوه؟ لك يا خي طول هيك قاعد بالقهوه، ما طلعت تعمل لك واحد يجيب مطاني من ابو طليم. لا شو دخل ابو سليم؟ لك يا خي هذا مطمط مطاني مع ابو طليم بده يقتلني بتكليت. ها؟ ايه حتى مع ابو طليم. هلا هالاخوه اسعد ما لقى يصمد مصرياته الا مع ابو سليم؟ ما هيدا اللي مني قلت ولاد ما بعرف. ايوه عم يطمنوا. شو هيدي؟ هيدي فخالة أثرية. ها؟ هلا الثانية. ها؟ الثانية بعد الثانية. اوف. طوف. غالي. غالي ما بتدفع 10,000. لك يا أبو نطلع مع احترامي لإلك، أنت ما بتفهم بالثغرات الأثرية. قفلتها! هيدي أثرية هاي. هلا هيدي أثرية؟ إيه لبحنا عليها يا وصلية. شوف معناها. أثرية. هيدي بعتاد عن أيام نفلتيتي هي يا أبو نطلع. طيب بتاخذ فيها 5,000؟ لا تو 5,000. عم نقول لك نحن سنين وعشرة قلت لي 5,000 لما انا عليك. انت غادرينك فيه؟ شو غادريني فيه؟ اصلا انت مغلوب ضروري تغلبني؟ حط هون طيب هلا بيع 30 انا. طيب يا خيي حاعطيك فيها 10,000. ما تلبحني كيلوك يا ابو نطلان. لك يا فهمان بتضيع مع خيك ابو نصرة. طيب وفنجان قهوه بضل. فنجان قهوه وحبه مسك. ماتي. هي 10. يسلموا وديك. شكرا. اهلا مرحبا يا شباب. اهلا يا عطار طمني انت الحال مع مين؟ مع ابو سليم. شو بقى ابو سليم؟ تطلبوا ما رح تزيبوا المطالب؟ لك ايه سبها ضيعتنا. اها ما تشوفوا شيء ابو سليم. يلا قولوا نروح نستلم. انت كل خاص مبين هاك بيطلعوا الخاص هاك. لك هيدي قصه طويله عريضه. ولك يا عطار معي ابو الزغلول ابو نطله وابو نطله كب الكلام مع الزغلول وانا خايف من الزغلول يعمل له مشكله. قل لي وين المصليات؟ مالك حق هذا الزغلول ما بيضحك معه هذا. ما حدا بيسترشي يدق مع خيك ابو نصره فكرته فكه. لا ما بتكتبه هذا زغلول ما بتعرفه انت عم لك تلبيته. ليه؟ بس تعرف واحد تلبيت العالم بيكون تلبيته. مفهومه. قل لي وين مطلين؟ ما اعطوني هن. كيف ما اعطاك هن؟
معطوني هنا قول بكره الساعة 12 بيعطيني هنا. خلاص بلعون. لا اوعى تحكي على ابو سليم شيها، ابو سليم ما بيبلع شيء. لا لا اهدم ابو سليم شباب. لا طيب ليه ما اعطاك المصريات؟ لعبال له تحت فرنا بالطاقة وخطار المصريات. ولك لا قال لي حاطط المصريات ما بعرف وين برت البات يعني. معقولة يعني يكون نسيان وين حاططهم؟ لا تغري نيتك سوق؟ منو نسيان؟ حاططهم برت البات. ها؟ طب اعطوني هن. طب بس اعطيك اياهم ابو سليم بلاط البيت لستهن سلوى يعني هن 210 تقليب. ايه. طب ارد عليه خلاص اعطيه. لا تنسى لولا عندي بدي اخذك معي مطوال. وانت هلا وين رايح؟ مطوال ومروح عايز لي اخذك معي على المطوال مشان نشوف البسكليت. اينو بسكليت؟ ابدي فلديك موتوسيكل. هلا برو معي. امتى يا تو؟ يلا ها امتى؟ خلطك هذا خلود. مع السلامه فهمان. مرحبا ابو نصره. اهلا بامين. كيفك؟ كيفك انت؟ الحمد لله. شو معك قهوه؟ خير الله. طمني يا امين كيف شغل القهوه؟ الحمد لله منيحه كثير. يعني احسن من شغل القهوه هون؟ معلوم هيدي شغله احسن من شغل القهوه بكثير. حلو. شو ها ابو نصره؟ هيدي؟ جرب. جرب. منين جبت هالجرب؟ اشتريتها. بعرف ابو سليم عنده وحده مثلي؟ طبعا. ما هي الزرار يا امين كلها بتتشابه مثل بعضها. بتبيعني اياها؟ لا هيدي منها للبيع. لا هيك اربح فيها. يا خي شو اربح فيها؟ انا شاريها ب 15,000 باخذ منك 25,000. اوف لا انا عامل لك ربح فيها 2000 بزيد 2000. شو بقى عم تحكي؟ اربح بالجره 2000. ما انت قد ايش هي؟ 15,000 او شو 2000 فوق 17. منيح. طيب يا امين ايه انت شو بدك تعمل بالجره؟ هذا يلي ما بيخصك. طيب اعطيني 17,000. حاطي. هيدي هلا بدي لك معك تكمل لي 3,000. خيي بنتحاسب. هي 20 بدك 3,000 ولا بتبقى بشوفك بعطيك 3,000؟ ما تنسيهم ولو يا امين. اللي معك 3,000. طبعا. مبروكة. ممنونة. خد راحة ابو نصر. مع السلامة يا امين. الا 7,000. لو كلمين بيعرف نفسه وعلى نفسه بيلقي درسه ما بيفضل واحد مغرور ولا بيحصل بالدنيا شرور. القاضي بيسكر حبسه لو 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 كلمين بيعرف نفسه لو كل مين بيعرف حاله شو وزنه شو رسماله وما بيقعد بين الناس بيحكي على قد مجاله ما بيعطي لسانه مداه ولا بيطلع شو في وراه وبيعرف وشه من قفاه ومن نفسه يهز بنفسه. لك لو 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 كل مين بيعرف نفسه ولك لو كل ست بسلامتها مرتك يعني تطلع بمرايتها لو كل ست بسلامتها بتطلع بمرايتها وبتشوف الغلطة وبتريد انها تصلح غلطتها كانت بتمضي ليل نهار بتشيل محلها اشكال واخبار كانت بتمضي ليل نهار بتشيل محلها اشكال واخبار تترك الجارة والجار شو اكلوا او شو لبسوا بس لو 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 كل مين بيعرف نفسه لو كل مين يعرف نفسه على نفسه يلقي درسه لو كل يعرف نفسه وعلى نفسه يلقي درسه ما بيفضل واحد مغرور ولا بيحصل بالدنيا شرور القاضي بيسكر حبسه لو كل مين بيعرف نفسه. شو مطول هالفلمان ده؟ حلو كتير هالمونولوج يا ابو سليم. وينك؟ شميت في له ابعاد.
إلو أبعاده بس؟ حكيني هون أبعاده بس يا أستاذ بلبل، جرة متلنا محطوطة هون بتختفي كيف اختفت. هلا تدخلنا بالضلاب المرة، حكينا هون حد تلف وتدور بهون. إيه نحن دينا هون بأمر. شو هو الأمر؟ عارف أنا شو؟ الأمر إجانا تليفون وقالوا لي ذيب الزغلول وأفعدوا أبو نطلة وأبو سليم عودكم. صحيح، وأنا كمان إجاني تليفون قالوا لي أبو سليم عوزك. وما عرفت مين تلفلت؟ لا ما عرفت مين. وأنت ما عرفت مين اللي تلفلت؟ أنا وأنت ما عرفت؟ أنا شكات يمكن صوت فهمي. تمام انت وليه؟ لا 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 شو عم في؟ لا لا عم تلي انت قاعد عم تلفن له كلهم في من وراها لعبه. شو في؟ اطفي هلا بتوقف اطفي بتشوف بدل التيلي يا ابو تليم. لك عم فاهمك انت غايتي هلا. لحظه 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 اتعال. نعم يلا لا تقوم. شو قمت انت لك زين؟ شو مثلا غلط؟ ايوه غلط. ليه؟ لك المطريه مطالي مسوره طبعا. لك المطريات انت ما ضل حل بتكليت تفك. هات ابو سليم ناولنا هالمصريات اذا سمحت. حيا ما بغرزك لحظه بصوت عالي يا ابو سليم. لكن اعطينا المصريات اللي قلنا اياهم عندك مخبيين. انت فيك ما تتدخل وما تفتح تمك بالموضوع تطلع برات الباب. انا بدي اطلع برات الباب لما تصير مصرياته ولا اقعد انا زي معه بدي اعطيه بقيه من ذاك قلت له بتكليت. مضبوط مضبوط قال له اعطيه بتكليته. الحقيقه يلي بدي احكي لكم اياه يمكن تصدقوا يمكن ما تصدقوا. ما تصدقوا اليوم انا وعدك انه شو اعطيه؟ اجار البيت. هيدي هي. انا يا استاذ بلبول ويا شباب انا اجى هالاخ وامين قالوا حط لنا معك شويه المصريات وانا معي كام ليره. خدتهم وحطيتهم بجره وحطيتهم. قمت برمت افتلت ما وصلت لنتيجه. شو دخل نتيجه؟ اعطي مصرياتي لنتيجه؟ يا عمي انا شو جنب شو جنب؟ لك يا انا بدي المصريات كيف بتعطيهم للنتيجه؟ لك مين نتيجه لك يا طار؟ يلي اعطاها المصريات. هو اعطى المصريات لنتيجه؟ ما سمعتها. عم يقول لك ما وصل على نتيجه يعني المصريات بلعهم لعبيهم مثل وين كبهم على معلم؟ اخ 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 هات هون اخ هون شبك يا سعاد؟ مصريات بتعطيها؟ لا المصريات هلا 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 بدي هن. يا عم تتهزم علي وتقول لي ما بيروح عليك شيء، اخر الشهر انا بقبض بدفع لك. لا 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 ما بروح من هون الا ما ياخذوا المصريات. هلا كلهم هان هوشهم هيدا علي. ها انا يا ابو سليم انت علي. انت راس الحربة. انا راس الحربة. بدك تدفع لبيب الاجار البيت ولو ولا ما عيب ما عيب يا ابو سليم. واحد مثل حكايه اقعد مصمدهم قلت وقلت ما بتعطيه مصرياته. شو بدك منه مصاري لابو سليم كمان؟ جمع على خير امين. ايه بدك مصاري لابو سليم؟ يا بطل انت ما بيخصك ما بيخصك. ايه ابو سليم. ايه جايب لك معي هديه. هديه؟ ايه انا شريت لك. ايه شو هي؟ انت عندك وحده مثلي. وين هي؟ شو هي؟ لوحدة اللي كانت هون الجرة الصغيرة؟ ايه ايه وين هي؟ أنا شيري لك واحدة مثلي مشان يصير عندك تنتان. تنتان؟ لا هي محتال يا أمين. أنا اللي بقول عنك أنت إنسان قد ما شفت الجرة وجاي تعمل لي إياها بدك تجيب لي إياها؟ أنا؟ إيه؟ أنا شريتها من أبو نصرة. أه يا أبو نصرة يا محتال. كمان أنت كيف فتت على البيت وخدتها لك يا أبو نصرة؟ لك يا أبو سليم أنا شريتها من فهمان. ليه؟ هات هات انا شريتها من بنزل. لك انا شريتها من بنزل. ايوه بنشر انا ما عرفتها بنزل. وقف لشوف توها. وقف لشوف لك بنشر انا شفته برا بعيط لك له. وقف هلا هاي مصرياتك. مطالي مطالي بقلبك. لك يا ابو تليم يا عودي ما لقلا. لك تخيل هذا مصرياتك. هاو مصرياتك ابو تليم. هل انت كنت حاططهم بقلبك المصريات؟ هاي اجار البيت. هاي خيالك الوصل. تفضل يا اخي. ابو تليم كانوا بيعلموا المصريات. لا يحرق ولا يغرق. بكسرها على راسك. ها اخي انت شو وصلها لعيد بنشر هادي؟ بنشر شو جابوا لها هون بنشر؟ ابو سليم شو بدلك هون؟ شو بدلك؟ ليك بنشر. تعال تو شوف بيت تعال تو. هيدي طلع انت ما بعتني اياها؟ من وين جايبها؟ انا يمكن شفتها هنيك بس ضربت المدام نشرتني. مين قال لي بنشرتك؟ لا انا بدي